الكلام اللي كان بيتقال في الأول ولسه بيتقال إنه الجامعة مكان موجود للنهضة العلمية في مصر وكده، وده كان شيء مشجع جدا لينا إن إحنا نقدم. إحنا داخلين بس عشان نحاول نأدي المهمة دي ونتعلم في سبيل ده. جيت هنا يعني لقيت ان يعني اهم حاجه موجوده هنا هي الطلبه نفسهم، الجو اللي احنا بنعيش فيه مع بعضينا هو ده اللي بيزقنا كلنا ان احنا نشتغل. لا يعني احنا لقينا هو احنا مستنيين محاضره تبدا يعني، فلقيناها فقلنا نبدا جيم لحد ما المحاضره تبدا مش اكتر. لا يعني لو الجو مش حر كنت اروح العب كوره بالنسبه لي. وده ما ادريش حاجه بتعبر عن الاوفر شوت، فكان انا كنت محتاج اوفر شوت يكون ايه اقل من قيمه معينه، يعني ممكن الاوفر شوت بيزيد لما الزيته بتقل. من وانا صغير خالص بحب الطيارات، وبالنسبه لي ده حاجه يعني كل واحد بيبقى ليه باشن، بس انا الباشن بتاعي كان الطيارات. طبعا القسم ده مش موجود غير عندنا وفي جامعه القاهره. احنا غالبا بنبقى هنا مشغولين اصلا في مشاريع وكده، فاحنا لما بنيجي بنحضر المحاضرات، وفي وسط المحاضرات بنبقى يعني الحقيقه يعني بنتكلم وكده، بس بنبقى برضو بنعمل المشاريع اللي ورانا والاساينمنتس اللي ورانا، وبنبقى دي اكتر حاجه شغلانه يعني وشغله لنا وقتنا يعني. المميز في المكان هنا انه هو معمول للطلبه والستاف اللي موجود في المكان، بس هو بيساعد الطلبه ان هم يغيروا المود بتاعهم شويه، لان هم بيقعدوا فترات طويله جدا بيعملوا ابحاث ودراسات وحاجات من دي، فيعني بيبقى في فترات بتساعدهم ان هم يغيروا المود بتاعهم. الجو هنا في الجامعه حلو يعني، الكوميونتي كويس، الطلبه يعني القعده مع الطلبه كويسه يعني، بنقعد مع بعض وكده بنتكلم سواء نتكلم بقى وبنلعب بس. المكتبه هنا كويسه وفيها مجموعه كتب حلوه جدا، ومكان كويس ان احنا نذاكر فيه يعني عن بقيه الجامعه يعني. كان هادي عشان هادي جدا يعني، وفي تركيز وفي انترنت وفي كتب كويسه يعني.